مين فينا لا يبحث عن السعادة وبيسعى إليها؟ في طريقنا الوصول للسعادة بنقابل الكثير من الوصفات والطرق والنصائح، لكن الأكيد أن مفهوم السعادة بيختلف من وجهة نظر كل واحد فينا. ضيفتي النهاردة أو اليوم اختارت أنها تبني السعادة على 3 محاور أساسية من وجهة نظرها. هنتعرف عليهم في الفقرة دي مع ساندرا شاماكار، استشاري أسلوب حياة. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بيكي يا أمير. أهلا بيكي. في البداية يعني عايزين نتكلم عن أسلوب حياة. ما يعني أسلوب الحياة؟ أسلوب الحياة يعني أنت طب أكيد أنت عارفة إحنا متعودين على أسلوب حياة والدتي كانت بتعيشه، أو والدي أو أختي، أو اللي متعودين عليه على في التلفزيون. بننام متأخر قوي، بنصحى متأخر، بنصحى بنتقلب كده من على السرير وننزل على الشغل على طول على آخر لحظة، بناكل أكل متعودين عليه في البيت. أسلوب حياة بيبقى إن إحنا بيبقى عندنا اختيار إن إحنا نغير الحاجات دي علشان حياتنا تبقى سعيدة. فبنبتدي بقى نشوف إحنا أسلوب حياتنا إزاي بيضرنا ونبتدي نغيره. يعني مثلا أما أصحى من النوم مفروض أعمل إيه عشان أبقى مبسوط اليوم كله ويبقى عندي طاقة؟ مفروض فعلا إن أنا أشرب قهوة أول ما أصحى من النوم، ولا اخد حاجه تاني زي مثلا ميه سخنه بليمون؟ طب دي هتديني فرق ايه؟ ماذا في اليوم بتاعي اما ببتدي بتوتر يبقى عندي مشاكل؟ اللي كويس ان انا اقعد متوتر اليوم كله والاسبوع كله واجي في اخر الاسبوع واروح نايم بقى الاسبوع كله ومش قادره اعمل اي حاجه، ولا في اليوم بتاعي اخد كده زي ايه جرعات صغيره من الاسترخاء عشان تخليني من جوايا هادي ومبسوط وبكلم مع الناس كويس؟ قبل النوم اعمل ايه عشان انام كويس وما افضلش سهران لغايه الساعه 12 و1 و2 و3 الصبح ومش عارف انام؟ طب اعمل ايه عشان انام كويس وانام بدري عشان اصحى بدري؟ فدي حاجات جايه من اسلوب الحياه. أسلوب الحياة بيختلف من حياة لحياة، يعني طبعا حياتي غير حياة غيري، ولكن عايز أعرف من حضرتك من خلال دراستك والأنشطة اللي حضرتك يعني درستيها، هل أسلوب الحياة ممكن ينطبق على كل الأشخاص بنفس المعايير ولا بتختلف؟ بصي ده سؤال كويس جدا، انا مبسوطه ان انت سالتوني عشان انت صح ان كل حد مختلف. يعني في ناس بتشتغل احسن بالليل ما بتشتغل الصبح، فعشان كده انا صحيح. بعمل فعشان كده انا بعمل حاجه اسمها one on one sessions عشان بقعد مع اللي عنده مشكله ده وبنقعد نتكلم في مشكلته ونشوف ايه الادوات اللي ممكن هو يستعملها اللي تبقى بتشتغل معاه في حياته. وبعدين بقى بنتكلم على الادوات المختلفه الافيلبل. يعني مثلا في حد علشان يعمل استرخاء ويفضي مخه محتاج ان هو يقعد لوحده خالص ويرسم، وفي واحد لا عايز يقعد ويسمع مزيكا يبقى مثلا نايم على السرير ويحط مزيكا وما يتحركش صحيح خالص. صحيح في ناس حقيقي. مثلا ممكن تاخد حمام سخن قوي وتطلع بره وتحس ان هي خلاص كله تمام. فعارفه كل حد في حد فعلا ثالث خالص بيحب يعني ينظر للبحر بالظبط بشكل كبير. بالظبط. صحيح. فهي الفكره ان احنا يعني اما بتكلم مع البني بنفكر مع بعض، طيب زمان لما كنت بتستريح كان ايه اللي بيريحك؟ عشان هم اصلا في ناس بتبقى ناسيه من كتر ما هي اتزنقت، فعشان احنا ضغوط بقينا الحياة. بالظبط صحيح. بقينا عاملين زي مكنه كل يوم حاجه كل ساعه حاجه، نسينا ايه ده؟ طب انا بعمل اتصال مع نفسي ازاي؟ انا ازاي بريح؟ بنريح بقى في الاجازه اما تيجي. صحيح. فهو ده اللي انا بشجعه ان احنا كل يوم يبقى عندنا على الاقل يعني مفروض 10% من اليوم بتاعنا بنقضيه مع نفسنا، بنعمل حاجه لينا بس. صحيح. هل أسلوب الحياة برضو يعني من الأساسيات لأي شخص؟ في محاور معينة للسعادة وهي محاور 3، ممكن يكون محور خاص بالرضا بالنفس، ممكن يكون مختلف عن شخص آخر أيضا، ممكن يكون النجاح من أسباب السعادة وهكذا. هيك شايفة بصي انا أسلوب شايفه، الحياة انا بيكون شايفه ان إزاي؟ احنا في مجتمع بيخلينا نفتكر نفكر اكتر بالافكار. اوكي يعني الفكره ممكن تقولي ده ناجح ده مش ناجح، انا ما هوصلي الهدف ده هبقى ناجح، فدي بتبقى زي ايه حاجه بنجري وراها، فاهمه قصدي؟ وكل ما نقرب على الهدف ونحس ان احنا وصلنا يطلع لنا حاجه تانية. حقيقي.
فالسعادة بتبقى أكتر إن إحنا بنقدر نفهم أفكارنا جاية إزاي، وإزاي الأفكار لما بتيجي بتجيب لنا معاها مشاعر، وإزاي أقدر يبقى عندي أسيطر على الأفكار والمشاعر وأغير المشاعر بتاعتي في طاقة إيجابية. يعني ده مثلا أول محور، إزاي أنا مثلا لو غضبان جدا من حد، بدل ما أطلع الغضب ده فيا أو فيه، إزاي أطلعه في حاجة كويسة إن أنا مثلا أخدم الآخرين. فدي حاجة هتسبب لي سعادة في الآخر، عشان بقدر أعمل ترانسفورميشن للحاجة اللي أنا متضايقاني للطاقة السلبية اللي موجودة. بالظبط وأغيرها. أيضا في بعض يعني الأقاويل بتقول إن من المحاور السعادة الأكل. طبعا طبعا احنا للأسف في مصر بنعمل حاجات كتير قوي مش يعني سيئة. سيئة جدا يعني للأسف. وبعدين انا مش هتكلم في نظام الاكل بالظبط، انا بس هتكلم على الطريقه اللي بناكل بيها. يعني كتير مننا بناكل علشان بنحب الاكل، مش عشان بننقي الاكل اللي هيدينا طاقه وحيويه ويكون مفيد ويكون بالنسبة لنا. مفيد بالظبط. فكتير قوي ناكل الاكل اللي هيتقلنا في الجسم، بس ما تبقاش فرقه عشان احنا بنحب طعمه. اما بنيجي ناكل الاكل يعني ما بنندخش كويس، مفروض نندغ المضغ من الحاجات المهمة جدا مثلا 40 مرة مثلا بالظبط، فاحنا بنبلع الأكل فما صحيح بيتهضمش بسرعة. صحيح. بنشرب مية ساقعة جدا مع الأكل أو بعد الأكل، وده بيزود بيقلل الحرارة اللي في الجسم اللي بتساعدنا على الهضم. في نفس الوقت بناكل حتى لو احنا اتملينا ما بنحسش ان احنا اتملينا، فبناكل لغاية ما ايه ما البطن بتبقى كبرت شوية. صحيح. وهو المفروض ان احنا ناكل يعني تلت البطن يبقى اكل وتلت يبقى مية وتلت يبقى فاضي، صحيح عشان يدينا فرصة ان احنا نهضم صح. صحيح. ففيها طبعا، وطبعا انواع الاكل، يعني احنا للأسف اللي بنعمله في مصر ان احنا ما بناكل لحوم وفراخ كتير ونشويات كتير، بس ما بناكلش الفاكهة والخضار، الخضار الاخضر المشجر كتير. صحيح فده ما ده برضو حاجة بنبقى محتاجينها جدا في الجسم. حقيقي. حضرتك من خلال دراستك في علم التواصل أيضا، حضرتك شايفة إن التواصل ما بين الرجل والمرأة، ليه الراجل يعني ما بيكونش فيه تواصل وما بيفهمش الست؟ هو بصي انا عملت كورس في فرنسا عن الرجل والست والتواصل وازاي نحسن العلاقه، ولاحظت ان يعني هي الرجاله حتى لما انا بتكلم معايا في الموضوع ده هي ما بتكونش فاهمه انا ليه بقول كده. يعني انا ليه بقول ان انت مراتك لما بتكون بتكلمك في البيت وبتحكي لك حكايه هي مش عايزاك تحل لها مشكلتها، ويقول امال هي بتكلمني ليه؟ يعني مفيش صحيح، اصلا مش فاهم مش فاهم السبب ان هي بتتكلم اصلا بالظبط. ليه. فحتى ما بشرح هو بيقول طب ليه مش بتيجي تقول لي ان هي مش عايزاني احل لها مشكله وانا افضل قاعد ساكت؟ لا اصل هي برضو يعني عارفه، ففي كده جاب هو مش فاهم. وهي عشان تركيبه المخ نفسها وتركيبه والطريقه اللي احنا بنبروسس بيها بنعرف نحل مشكلتنا مختلفه. فانا مثلا كنت فاكره في واحده عندي كانت بتجيلي سيشنز وكده، وكانت مخطوبه وهتتجوز اوكي، فكانت بقى يعني هي متلخبطه علشان كل حد بتعرفه بيقول ده راجل كويس ونيله كويسه وبيحبك ومش عارفه ايه، بس هي من جواها متضايقه. فقاعده بتقول لي انا مش عارفه انا متضايقه ليه. فكنت بتكلم معاها ولاحظت ان ايه هي كانت زعلانه شويه ومش عايزه تشوف ناس، كانت عندها حاجه مشكله نفسية. نفسيه يعني. فهو كان بيقول لها لا ما ينفعش تقعدي لوحدك في البيت، وما ينفعش لازم تشدي على نفسك، لازم تخرجي، لازم تلبسي، لازم تبقي مبسوطه، ولازم ولازم. فهي بقى حست ان ايه في اتخنقت، مع ان هو بالنسبه له على الرغم من ان بيحاول هو بيحاول يساعدها انه يساعدها. بيحاول يساعد. فهي بقى ما كانت بتكلم باباها وكل الناس اللي في العيله بيقول يا حبيبتي ده بيحبك ده بيحاول يساعدك، بس هما برضو مش فاهمين النظريه ان هي مش عايزه حد يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، هي عايزه حد ان هو يفهمها ويسمع لها وهي بقى تحل مشكلتها لوحدها. صحيح صحيح. برضو في بعض الأقاويل بتقول يعني لا تذكر كلمة الحب ولكن اذكر كلمة الاهتمام، الحنية، المشاركة المشاركة، يعني بالظبط من الكلمات المفيدة جدا في العلاقات ما بين بالظبط الرجل والمرأة. بالظبط. وكمان عايز أسأل حضرتك يعني التوتر من برضو المواضيع المهمة جدا في العلاقات الإنسانية وأيضا في علم الحياة، التوتر إزاي نقدر نعالجه؟
عارفة احنا لسه عاملين ريتريت، رحلة كده، وخدنا جروب من الصحافة واتكلمنا على السعادة والأربع محاور للسعادة. واحد منهم كان فعلا التوتر، والتوتر بيبقى يعني بيغير الشخصية بتاعتك. فحاجة مهمة قوي عشان نعرفها، نشوف أنا ما بمتوترة بتغير إزاي، بتكلم إزاي، بحل مشكلتي إزاي، علاقتي مع الآخرين بتتغير إزاي. فنبتدي نلاحظ كل الحاجات دي. عارفة أكن مثلا وقفتي بالعربية وجالك الإشارة بقت حمراء، فإحنا برضو يبقى عندنا كده إشارات 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 إن أنا ابتديت أتوتر. وبعدين بشكل كوميدي جدا ممكن نسمي الشخصية دي حاجة: منال، فريد، منى جبت، عبد الصمد. وات ايفر اللي يعجبك. اوكي، صحيح صحيح. فعلشان لما تيجي نبتدي نحس ان انا اوكي ابتديت ابقى متوترة، لازم اعمل حاجات تساعدني ان انا ابقى يبقى عندي استرخاء، ابقى هادية، ونغير بقى في المودز. ممكن دي بقى ممكن بقى اتكلم بقى مع على الكلام حاجات وأيضا مع الرياضة، يعني حضرتك برضو الاسترخاء بقى، دي بقى لعبتي بقى، دي دي حاجة اللي بحب فكرة فيها من جدا. الأفكار يعني اللي ليها علاقة الاسترخاء بقى ممكن طبعا الرياضة والمشي، تمارين التنفس، التأمل، انك مثلا تستحمي بمية سخنة، أروما ثيرابي، يعني نستعمل مثلا الزيوت والأعطار الطبيعية زي اللافندر والليمون جراس، ونحطهم في فواحة. واللافندر مثلا بيديكي ريحة حلوة جدا في الأوضة وبتهديكي. حقيقي. في أعشاب بنشربها زي طبعا الكاموميل واليانسون واللافندر وسيدنا يوحنا والحاجات الجميلة دي قبل النوم، يعني بجد بتحسي بفرق، علشان بنهدي الجهاز العصبي اللي في جسمنا، فبنحس ان احنا هادين. وده يكون أسلوب حياتنا عموما. بشكرك على وجودك معانا أستاذة ساندرا ميرسي قوي شامكار، أمير، استشاري أسلوب الحياة، وأكيد هيكون لنا لقاءات أخرى في ميرسي مواضيع إن شاء الله، مختلفة. ميرسي بشكرك أمير. جدا. أوكي.